انا بقول لحضراتكم ان الدوري عندما يعود في شهر فبراير هيرجع مجموعتين مش مجموعه واحده, ومش هيرجع 1 فبراير ولا 2 فبراير, لان منتخب مصر عنده مباراه 6 فبراير وهي مباراه في الاجنده الدوليه في الفيفا ديت زي ما بيقولوا, والاهلي والزمالك عندهم مباراه في افريقيا وانبي والاسماعيلي في البطوله العربيه. فاعتقد ان الدوري هيرجع 8 فبراير 9 فبراير 10 فبراير. من 1 فبراير او من 2 فبراير لغايه ما يرجع الدوري اعتقد ممكن تلعب مباراه في كاس مصر او جوله من جولات بطوله كاس مصر. ده اللي بيفكر فيه اتحاد الكره بقوه في الوقت الحالي, والدوري هيرجع مجموعتين مش مجموعه واحده, لان مش هيبقى فيه وقت عشان يخلص شهر 8 شهر 9 وبعدين يبدا يلحق فيه الدوري التالي مباشره وتتظبط التوقيتات. مجموعتين, الاهلي هيبقى على راس مجموعه والزمالك على راس مجموعه, والاسماعيلي هيلعب مع الزمالك في مجموعته مش هيبقى في مجموعه الاهلي لامور كثيره جدا. بعد كده هينزل اثنين من المجموعه دي واثنين مجموعه دي للدرجه الثانيه, ويصعد ثلاثه من الدرجه الثانيه مع النادي المصري يبقى اربعه, يبقى هم يبداوا بيهم الموسم التالي. ده اللي بيجهزه اتحاد الكوره. زي ما قلت لحضراتكم في مهرجان هيبقى قوي جدا يوم 1 فبراير, يبقى افتتاحيه للدوري, واحنا في كوره اونلاين هنرعى هذا المهرجان وهنهتم بيه بشكل كبير جدا لتأمين شهداء مجزره استاد بور سعيد.